يا باشا تعالى عند المداحه بتاعك كل سنين وانزل عند الوردي اللي حلوش في المهنه يلعب في الدنيا. لا بس احنا لا احنا عايزين بصوت عالي، احنا عايزين نسمع بصوت عالي. لو دخل اختبارات كلها العسكريه هتفضل بالوقت على الدوله. مدد يا رب. يا باشا تعالى عند المداحه ترتاح، خش كل سمير وانزل على الميادين، واللي ملوش في المهنه يلعب في الدينا. ومش عايزين وزارة عشان صاحبها يزار، واحنا اللي اتنحنحنا وضربنا الخنصر في اللحم. مدد يا رب. مدد يا رب. دي كبده بنيه. دي كبده بنيه بقى. احلى كبده بنيه تاكلها في حياتك عند المداحه. بتجي لها ناس مخصوص على كبده بنيه. يعني احنا كده كده دقنا لحمه الراس ودقنا الكرش والفش والممبار، وكل ما تيجي هتلاقي جديد، في حياد جديد وفي صنعه جديده وفي فن في الشغل، فلازم يبقى في الاداء على طول جديد. ما ينفعش ان انت تعمل حاجه وتقف عليها على طول. نبدا بالصينيه، صينيه الطاقه. صينيه الطاقه حلويات. حلويات اكله الغلابه. الحلويات دي اكله الغلابه. مدد يا رب. مدد يا رب. دي اكله الغلابه. اكله الغلابه. قول لي بقى الصينيه دي معموله منين؟ اقول لك معموله اول حاجه من بس كلمني كده بصوت عالي، فين الحماس؟ احنا عايزين الحماس زمان. احنا لسه فاتحين، لسه نازلين. احنا عايزين الحماس، احنا في ابو كبير عايزين الحماس. اعزائي الكرام، اعزائي المشاهدين، متابعينا ابو كبير ميديا في كل مكان، بنجدد التحيه مع حضراتكم وموجودين عند المداح. مدد يا رب. مدد يا رب. بتقول لهم ايه؟ مدد يا رب. مدد يا رب. مدد يا رب. مدد. قول لنا بقى ايه الحاجات الحلوه دي؟ دي لحمه راس مشكل عجالي، ما عنديش ضمن. العجالي يفرق. بيفرق. ايوه طبعا. تمام. انضف من الضمن واحسن من الضمن. دي بقى دي اسمها صينيه ايه؟ دي انت ليه مسميها الفي اي بي؟ دي في اي بي. الفي اي بي دي بتاعت اللي هو حافظت دايما على ايوه طبعا. دي صينيه الفي اي بي. ايوه طبعا. اللي في النص ده مخ. مخ. دي لحمه راس بس دي مش محايجه ودي محايجه. تمام. اللي مثلا بتفرق ايه بقى دي عن دي؟ اللي عايز حياه خفيف، عشان في ناس بتبقى مثلا تعبانه وما بتحبش الحاجه العاليه وكده، فكل واحد بياخد ايه الطلب اللي هو عايزه. يعني انا بنزله مثلا منتج ما فيهوش حياه، هو بقى عايز يحيك ماشي، ما يحيكش ماشي. وفي المنتج الثاني اللي هو محيك، ده اللي هو ثلاث ارباع الزبون بيحبه. الزبون بقى اللي تحب تكافئه لما يجي عندك، اللي تحب تكافئه هتقدم له انهي طبق؟ هقدم الطابق مثلا اللي هو ايه بيبقى فيه التشكيله كلها بقى، يعني مش نوع واحد، بيبقى فيه الحلويات، فيه الكبده، فيه اللحمه، فيه المخ، فيه الطحال، فيه الكفته. الكفته لسه بتتفرق وجايالي بدري قوي، بس يعني عادي مش مهم. هنصور ونكمل الفيديو وهنطلع احلى فيديو كمان. دي بقى دي بقى لحمه الراس. دي لحمة انا بس عايزه الناس تشوف نظافتها الاول. تمام. يعني كمان قبل ما تتحط هنا في الزيت. بصي اي لحمه راس بتلاقي فيها الجلدات بتاعتها اللي هي الجبهه بتاعتها بتلاقيها مليانه شعر، دي ما عنديش انا الكلام ده. دي احنا بنشيل نص الجبهه عشان تطلع كده زي ما هي. تمام. التشكيله بتاعتها كده. قول لي بقى. من غير شعر خالص. تمام. الشخص اللي تحب تكافئه بتديله من الناحيه بتديله طلب مشكل بقى، بس طلب المداح بيفرق، لازم يتمخمخ، لازم ياكل الطرب، ما ينفعش يطلع من عندي جعان، لازم ياكل هيطلع ميت من هنا مش هيفكر في اكل تاني. قول لي بقى. طب ماشي، انا عايز اعرف بس برضو الطبق المشكل. هعمل لك طلب مشكل دلوقتي قدامك. تمام. خليكي تشوفي الطلب بيتعمل ازاي. نشوف الطلب بيتعمل ازاي. التشكيله كلها قدامك، بس لسه في بعض من الحاجات لسه ما طلعتش من الحله بتتسلق. بيقولوا المداح ساب المسلسل ونزل عامل حاجات دمار في الشوارع والاسواق. صح. مدد يا رب. المداح ساب التمثيل ونزل يبيع سمين. عادي مش مهم. مش مهم. مدد يا رب. مدد يا رب. قول لي بقى اسم المداح ده جالك منين؟ ياما هل ياما شفت المسلسل اولا ولا ايه الوضع؟ اولا اي شغل لازم يبقى فيه لله، يعني يبقى فيه مدد يا رب كتير. فانا تخيلت الاسم، فاهم؟ هو لازم يبقى فيها مدد يا رب، فهي مدد يا رب. ليه كام سنة بقى الاسم ده؟ مدد يا رب يبقى المداح. ليه كام سنة بقى الاسم ده؟ ليه أربع سنين. أربع سنين. أربع سنين المداح. حرك لنا بقى شوية، عايزين نشوف الحركات اللي هنا حركناها. ده في جديد نازل، ابعت تشكيلة من عندك. حرك لنا بقى، احنا عايزين نشوف الحركات اللي هنا. عينيا حاضر. ابعت. انا عايزه بس اسال الناس بتحب تاكل الاكله دي كم مره في الاسبوع؟ لا انا في ناس يومين عندي، في ناس يومين عندي، في ناس كل يوم لازم تبقى عندي. راح الطحال ارضيه واتنين مشكلين. لا المشكل تعالى معايا هنا. ده طحال.
ده طحال. تمام. طحال عجالي مفيش دنيا. العنوان الناس بتقول لك العنوان. العنوان الشيخ منطاش الميدوب الشيخ منطاش عند مدرسة مصطفى كامل اسأل على صابر المداح الشارع كله هيدلك عليه. معروف يعني اشهر من النار على العالم. اشهر من النار. مفيش الشرطة. ايوه لا هات الشوربه حاجه خلي الشوربه معاك شوربه لسان عصفور عسل ده شوربه لسان عصفور حاجه تاني دي في ناس بقى بتجيلها مخصوص يعني اصابع ايوه بتكرمنا بنزل نزل نزل واحد تعال طبعا مره تنزل في رمضان انت جاي هتسبد احمد السكه ونزل تعال لا تعال طب قبل ما تمشي بقى تعال تعالى معانا انت لسه اكل طلب من انا عندي. واحد من الناس اللي يوميا عندي طب تعالى بقى احنا عايزين احنا عايزينك معانا احنا عايزينك معانا احكي لنا بقى اكتر طلب بتحبه من هنا ايه هو الشكل اللي هو بيعمله ده كده بيدي طلب كده بعيد عنك والله العظيم من كتر المزه تاكله وتعالى اقسم بالله حاجه فوق الخيال يوميا عندك الناس المفروض تكافئهم على فكره هم يوميا هنا هم يوميا هم اصحاب مكان هم اصحاب بصوا كده خلاص كده لا انت اصحاب مكان ايوه طبعا نتفرج بقى على الطلب اللي هيتعمل دلوقتي دي 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 بقى لما حد تكون جاي عايز تعمل له طلب مفيش بعدين طبعا احنا معاك برضو الزبون لما بيقعد او العميل مش هنقول زبون عشان ده صاحب مكان لازم تبقى عارفه طلب تشكيله مثلا اللي كان عندك مره او اتنين قبل كده فهو بيقعد بيبقى طلبه معروف يعني اول ما بينزل يقعد بيبقى عارف ايه هو اللي هياكله وايه هو اللي هينزله اساسا حفظت طلبات الناس خلاص ايوه انا حفظت الناس من كتر ما حفظت الناس هو الزبون بيقعد ما بيتكلمش هو بيقعد حتى لو اتاخر الطلب عليه وما بيزعلش يعني لما في زحمه وكده وضغط شغل عليكي هو ما بيتكلمش وما بيزعلش منك بيقول الله يعينك هو بيجا في يشتغل معاك كمان في ناس انا من اصحابي او زمايلي او مثلا العميل بتاعي بيشتغل معاك العبي مثلا سلطه ويروح العملاء حفظوه مش ايوه طبعا دي اخوات يعني ورينا بقى قبل ما نمشي بالطبق ده المشكل ده الطبق المشكل المشكل حلويات الحلويات دي ايوه دي بتبقى تبقى حلويات وكبده تمام راس ومخ وطحال حلويات وكبده ولحمه راس ومخ وطحال الطبق ده بكام الطبق ده ب 75 ب 75 55 والجمهور والجمهور ابو كبير لما يجوا مننا بكام ده ما نضربه لا بكام احنا عايزين تخفيض لابو كبير مخصوص 70 مش هلعب على المبادره ده لا التخفيض ده مش حلو يا باشمهندس التخفيض مش حلو 65 طب يا جماعه اللي بيتابعنا في اللايف اللي هيجي عند المداح ويقول له اهو على طول الناس بكام وفين اللي هيجي عند المداح من صفحه ابو كبير ايوه ليه عرض خاص ومخصوص الطبق بكام 65 ب 65 65 عند المداح بس بعرض محدود اللي هيلحق هيطول وهيلوم مراضي عند المداح هتدخل ترد على الناس في الكومنتات؟ هرد على الناس في الكومنتات خد انت ال 55 اعزائي الكرام اعزائي المشاهدين متابعين ابو كبير ما زلنا متواصلين معاكم بس المره دي مش بقى مع حاجات احنا بقى مع صواني المداح صواني المداح شايفين كرشه وفشه دي كرشه واسمها ايه؟ دي التشكيله كلها حلويات دي التشكيله حلويات تمام مشكله دي اسمها حلويات واسم على مسمى ودي كبده بفتيك دي كبده بانيه بانيه ايوه في ناس برضو من الارياف بتقول عليها كبده برده بحب اسمعها منها والله هي اصلا شهرتها على فكره كبده برده ايوه بس يعني ايه ده بيبقى عليها مثلا بس كده اجيبها التشكيلة بتاعت التتبيلة بتاعتها سمسم فايش اللي هو منتصر النابولي حاجة جميلة اعزائي الكرام اعزائي مشاهدينا متابعينا في كل مكان شكرا ليكم شكرا لحسن تابعتكم انا هسيبكم والنهايه هتكون لصبر المداح قول بقى حاجه في النهايه شوشر لنا الدنيا يا باشا اللي مش هيجي عند المداح والله باله ما هيرتاح كل سمين تعالى عند المداح قول عند المداح هترتاح مدى ضربنا الناس بتقول لك المداح فين؟ المداح في الشيخ منطاش عند مدرسة مصطفى كامل مستنيينكم إن شاء الله بكل جديد
العرض بتاع ابو كبير. العرض ابو كبير بتاع ابو كبير ايه بقى؟ قلنا الطبق ايه؟ 65 ب 65 الطبق ب 65 الطبق اللي ب 70 ب 75 عملناه المشاهدين متابعين ابو كبير مخصوص ب 65. اعزائي الكرام شكرا ليكم، نلقاكم ان شاء الله ونتابعكم في وقت تاني. كنا معاكم النهارده من محافظه اسيوط وعند صابر المداح. انا مش هقول كتير، ولكن اللي انا هقدر اقوله ودي امانه طبعا يحاسبني عليها ربنا، بس والله الصواني دي انا اكلت منها، الكرشه والفشه والممبار حاجه جميله. بقول لك ربع العالم بالعربي كان منها. مش انت بس. انا بالنسبه لي عشان انا اللي يمكن بتكلم وبذيع، فاهمني؟ تمام. المكان طبعا في محافظه اسيوط عند جامع الشيخ منطاش. مدخل الميدوب يا باشا، اول ما ينزل الميدوب دي بقى اسنيه الفي اي بي. اسنيه الفي اي بي دي فيها لحمه راس زي ما احنا شايفين، ولحمه راس بالبهارات ومخ وكل حاجه، نظافه وامانه وكل حاجه. احنا بقى في المكان انهي بلد الناس بتقول، احنا محافظه اسيوط الميدوب، المحافظه نفسها الميدوب عند جامع الشيخ منطاش. نلقاكم في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.